نشاطركم وتشاطرون يعني هذا القلق بالارتفاع في هذه النسب التي ما عودتمونا عليها صراحة، أمس 95 واليوم 119، وتركز هذه الإصابات في بغداد في الكرخ والرصافة. دكتور، ما الذي يجري؟ شكرا جزيلا أستاذ نجم. هذا الأمر متوقع جدا وحذرنا من عنده مرارا، وأكثر من مرة قلنا أنه متوقعين في الأيام القادمة زيادات، وللأمانة أنه هذا أقل المتوقع، احنا حتى متوقعين أكثر، وأنا أعتقد أنه في الأيام القادمة راح يكون أكثر، لأنه يمكن حضرتك شفت اليوم خارطة توزيع الحالات في جهة نعم. الكرخ على الأقل أنه امتد إلى مناطق ما كانت مشمولة للأسف الشديد. شفنا اليوم بالشرطة الرابعة والشرطة الخامسة وأبو تشير والمحمودية، هذه المناطق ما كانت تظهر بها الحالات، وأيضا بالعامرية انتشر وفي مناطق التاجي، وأيضا تسجلت عندنا حالتين، واحدة منهم توفت في مناطق الطارمية. نعم. حذرنا من هذا بشكل مستمر. الناس للأسف خاصة في هذه المناطق اللي ظهرت بها الحالات وهي أغلبها المناطق الشعبية، الناس ما ملتزمة أبدا. هسه في هذا الوقت إذا تسوي لك جولة في هذه المناطق الشعبية، حتى الأسواق مفتحة، المحلات مفتحة، المقاهي، الأطفال تلعب، الشباب يلعبون، حتى الأندية. يعني قبل يومين ثلاثة شفت الأندية الرياضية على سبيل الفرض في نادي العمال والنادي القريب عليه في منطقة الإسكان مفتوحة. نعم. والشباب يمارسون الرياضة، طبعا نشاطرهم هسه يعني مشاعرهم هم يعني هم حقهم شوي، يمكن قعدوا فترات طويلة بالبيت يريدون يمارسون حقهم بالرياضة وغيرها، لكنه المرض يعني هذا خطر وجاي يفقدنا الكثير من أعزاء علينا. أنا زرت بعض الناس اللي فقدوا ناس أحب عليهم، للأسف يعني البارحة كنا في بيت أحد اللي فقدوا أبوهم عمره 57 سنة يعني بعده، ونفقد للأسف وترك يعني أثر كبير بنفوسهم. فما أعتقد يعني شبابنا ونسائنا يهون عليهم أنه نفقد هيك ناس بهذه الأعمار، إضافة أنه هسه لو يشوفون المستشفيات المكتظة بالعوائل يعني مو سهلة عليهم، أنه عائلة كاملة النساء والأطفال. نعم. وتحدث بعض الأحيان يعني الأم مثلا عندنا الأم تتشافى لكن الأطفال بعدهم، فتضطر هي تبقى وياهم أو العكس مرات يصير. فنتأمل من مواطنينا، وإن كان أنا أشوف أنه من الصعب عليهم يعني للأسف يعني كل التحذيرات وكل هذا اللي جاي يصير وما يلتزمون، بس نعم. نتمنى يعني ترى بعد يعني بعد بها مجال، الوضع لا زال احنا مسيطرين عليه، لكن اذا استمر بهذا الشكل فالايام القليله كثير منهم راح يراجعون المستشفى وما راح يلقون مكان يدخلون به.